أسعد الله صباحكم أو مساءكم أصدقائي أينما كنتم. معكم أنخيلة من قناة ملكي أنخيلة والشيف إيفا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم هي فكرة عشاء بسيطة وسريعة، إنها تورتية البطاطا السريعة بالفرن. هكذا تبدو وصفتنا بعدما انتهيت من إعدادها، لذيذة وشهية. ولكي لا أطيل عليكم أصدقائي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية تحضير تورتية البطاطا بالفرن. معي أنا أنخيلة. باموس، هيا بنا. أما بخصوص مقادير وصفتنا لهذا اليوم فسوف أذكرها لكم تباعا خلال الفيديو، كما وتجدونها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو أصدقائي. الآن إليكم طريقة العمل. أولا بدأت بأخذ 4 حبات من البطاطا صغيرة الحجم، قشرتها ووضعتها في ماء مملح لمدة 10 دقائق. هكذا تبدو معنا بعدما قشرتها ونظفتها. سنحتاج إلى مقلاة سأضع فيها بما يعادل 3 ملاعق من زيت الزيتون، وأتركها على نار هادئة. في هذه الأثناء سأبدأ بتقطيع البطاطا. سيكون تقطيع البطاطا على شكل شرائح خفيفة جدا هكذا. الآن وبعدما أكملت تقطيع 2 حبات من البطاطا، أصبح الزيت ساخنا في المقلاة. سأضع 2 حبات البطاطا المقطعة شرائح خفيفة جدا في المقلاة مع زيت الزيتون وعلى نار هادئة بهذا الشكل. بعد ذلك أبدأ بتوزيع البطاطا في المقلاة. ثم أبدأ بتقطيع 2 حبات البطاطا المتبقية بنفس الشكل على شكل شرائح خفيفة، ومن ثم سأضعها فوق البطاطا في المقلاة. والآن أصبحت كامل كمية البطاطا المقطعة في المقلاة. أبدأ بتوزيعها مرة أخرى بهذا الشكل. عند تقطيع البطاطا بهذا الشكل يصبح استوائها بسيط جدا ولا يستغرق وقت. سأضع المزيد من زيت الزيتون
بما يعادل ملعقتي فقط، ومن ثم نحتاج إلى القليل من الماء، أقل من النصف أي ربع قدح من الماء. سأضع فيه بما يعادل ملعقة كوب من الكركم هكذا، ومن ثم أبدأ بإذابة الكركم مع الماء وأضعه جانبا. في هذه الأثناء أبدأ بتقليب البطاطا مع زيت الزيتون وهي ما زالت على النار. بعدما انتهيت من تقليب البطاطا سأضع الماء الذي أذبت فيه الكركم فوق البطاطا بهذا الشكل. من ثم أغطي المقلاة وأتركها على نار هادئة حتى تنضج معنا البطاطا تماما. في هذه الأثناء سنحتاج إلى كاسة كبيرة. هنا أولا وبداية وضعت 3 حبات من البيض، ولكن أكملتها بحبة رابعة فيما بعد. نخلط البيض جيدا هكذا. بعد ذلك سأضع بما يعادل 1/3 قدح شرب الشاي حليب، أي بما يعادل فنجان قهوة واحد فوق البيض، ومن ثم سأبدأ بوضع القليل من الفلفل الأحمر الحار. كمية البهارات أصدقائي ترجع لأذواقكم. هنا أنا وضعت بما يعادل ملعقة طعام مملوءة. ومن ثم سأبدأ بوضع الزيتون الأخضر المقطع على شكل حلقات مع البيض والحليب. سنحتاج إلى شريحة من الفلفل الأحمر الحار أو البارد، الخيار لكم. هنا أنا استخدمت الفلفل الأحمر البارد. أقطعه على شكل مكعبات صغيرة جداً. بعد الانتهاء من تقطيع الفلفل الأحمر سأضعه مع البيض. الآن سأضع البيضة الرابعة وأعاود خلط المكونات. الآن سأضع فوق البيض البصل المحمص المقلي بالزيت، هذا جاهز
بإمكانكم قلي البصل مع الزيت ومن ثم وضعه فوق البيض. الخيار لكم. هنا أنا وضعت بما يعادل ملعقتين بصل محمص كبيرة، ومن ثم وضعت الفلفل الأحمر. بعد ذلك سأضع بما يعادل ملعقة كوب مملوءة من الثوم الباودر. بإمكانكم أيضا وضع الثوم الطازج، الخيار لكم. وأعود خلط المكونات جيدا. الآن نعود إلى البطاطا وأعود تقليبها ومن ثم تغطيتها مرة أخرى لتنضج معنا تماما. بعدما نضجت معنا البطاطا أطفأت عنها النار. سنحتاج الآن إلى قالب التورتية. أبدأ بدهنه بالزيت ومن ثم توزيع الزيت على قالب التورتية بالكامل هكذا. بعد ذلك سأبدأ بوضع البيض مع الخضروات في قالب التورتية بهذا الشكل. أحاول توزيع الخضروات على قالب التورتية بالكامل، ومن ثم سأبدأ بوضع البطاطا. تشتهر إسبانيا بعمل التورتية بأنواعها وبأشكالها المختلفة. هنا أنا أعددت لكم التورتية وعلى طريقتي الخاصة، فهي لذيذة جدا وذات مذاق رائع. جربوها أصدقائي، ستعجبكم بكل تأكيد. بعد ذلك سأضع البيض مع الخضروات فوق البطاطا بهذا الشكل وأوزعها بالتساوي. في هذه الأثناء أشعلت الفرن وعلى درجة حرارة 180 درجة مئوية
يجب إدخال هذه الوصفة في فرن حار مسبقا أصدقائي. أحاول توزيع الخضروات هكذا على كامل قالب التورتية. بعد ذلك سأبدأ وضع رشة خفيفة من الشبت أو الشبنت على وجه التورتية، فهذا يعطيها طعم ورائحة لذيذة. فاتني أن أذكر لكم في الفيديو بأنني وضعت الملح، ملح الهملايا الصحي، فوق البطاطا أثناء تسويتها. والآن وبعدما أصبح الفرن حار، سأضع قالب التورتية في الوسط، الرف الوسط الشعلتين بهذا الشكل. وهكذا يبدو معنا قالب التورتية بعدما نضج، أخرجته من الفرن. الآن أنتظره حتى يبرد، ومن ثم سأضعه في طبق التقديم الرئيسي. وهكذا تبدو معنا التورتية بعدما قطعتها، وضعتها في طبق التقديم الشخصي. بألف صحة وعافية. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم أصدقائي، والتي كانت عبارة عن فكرة عشاء بسيطة وسريعة، إنها تورتية البطاطا السريعة بالفرن، قد أصبحت جاهزة للتقديم. بألف صحة وعافية. أصدقائي، أتمنى أن تكون وصفتنا لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. شاركونا آراءكم ومقترحاتكم، فهي تهمنا بكل تأكيد. انتظروني بوصفات جديدة. كنت أنا معكم أنخيلا من قناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس، إلى اللقاء.